بالفيديو السابق استخدمنا Firebase Authentication لتسجيل مستخدم جديد بالتطبيق، واليوم بدنا نتعلم كيف فينا نخلي هذا المستخدم يعمل تسجيل دخول يعني Sign In امتى ما بده بأي وقت، وطبعا يقدر يعمل Sign Out. بدنا اليوم نستخدم Firebase Auth لتسجيل دخول مستخدم كان مسجل عنا سابقا وعامل انضمام. خلونا نروح لصفحة Sign In Screen. بالأول بدنا نعمل استيراد أو Import للFirebase Auth Package، وهون لازم كمان ننشئ auth object، فبداخل state بدي اكتب final، وراح يكون كمان private auth يساوي firebase auth dot instance يعني firebase auth object. بدنا نحتاج كمان هون لإيميل وباسورد variables لحتى نخزن فيهم القيم يلي راح يقوم المستخدم بإدخالها بالحقول. راح اكتب let string email، والتانية كمان من نوع string password. وهلأ بداخل unchanged بدي خزن بهذا ال variable القيمة اللي رح تجي من حقل الايميل، وللحقل التاني بداخل unchanged بدي خزن ال variable القيمة اللي رح تجي من حقل كلمة السر. وهلأ فينا نستخدم هاي القيم يلي رح تجي من هاي الحقول لنعمل تسجيل دخول للمستخدم لما رح يضغط على الزر. فهون بداخل onPress تبع زر Sign In بدنا ننشئ مستخدم جديد Final رح سميه User، ويلي رح يتم إنشاؤه باستخدام Auth Object نقطة. وهلأ بدي استخدم Sign In with Email and Password. هاي هي الميثود يلي رح نستخدمها لحتى نعمل Sign In للمستخدم. وللإيميل راح ياخذ المتغير تبعي يلي سميته إيميل، ويلي سيتم بداخله حفظ الإيميل يلي قام المستخدم بإدخاله بالحقل. ولكلمة السر نفس الشي راح ياخذ المتغير تبعي يلي راح يخزن كلمة سر المستخدم يلي قام بإدخالها. مرة تانية هون لازم نغير onPress لتصير async، بحيث ننتظر لحتى تنتهي عملية تسجيل الدخول قبل ما يكمل التطبيق عمل، لحتى نتأكد انه المستخدم فعلا مسجل بالتطبيق وكان عامل انضمام سابقا. مشان هيك بدنا نفحص إذا المستخدم فعلا مسجل باستخدام if الشرطية user not equal to null. في هاي الحالة يعني إذا كان المستخدم لا يساوي الصفر يعني موجود، فلازم ناخذ المستخدم لصفحة المحادثة أو صفحة الرسائل باستخدام navigator.pushNamed، وبدي روح للتشات screen.screenRoot، وطبعا لازم تكون هاي الصفحة معملها import فوق مثل مو شايفين. وهلأ الشغلة الأخيرة يلي لازم نساويها هي استخدام try catch مشان نلتقط الأخطاء يلي ممكن تحدث، مثلا كلمة السر غير صحيحة أو المستخدم غير مسجل إلى آخره من الأخطاء اللي ممكن تحدث. وبدي أنقل هذا الكود لداخل try، وبداخل catch بدي أعمل حاليا طباعة على الخطأ بالكونسول باستخدام print statement، وراح يطبع لي الايرور يلي راح يجي من هون. حاليا عم بعمل طباعة للخطأ بالكونسول، بس طبعا فينا اذا بدنا نعرض الايرور على الشاشة بحيث يعرف المستخدم شو الخطأ الموجود مشان يصلحه. راح نشتغل على هذا الشي بفيديوهات او تطبيقات تانية كتير منيح. خلونا نجربه. راح اعمل ريستارت للتطبيق واختار ساين ان، راح اكتب الايميل اللي استخدمته سابقا لعمل انضمام ammar@website.com، وبدي اكتب كلمة السر يلي كانت 123456. وهلأ اذا ضغطت على sign in راح ياخذني لصفحة المحادثة او الرسائل، وبدي اشوف بالكونسول الايميل يلي تم عمل تسجيل دخول من خلاله. كتير منيح. هلأ خلونا نخلي المستخدم قادر انه يعمل تسجيل خروج من المحادثة من خلال مثلا الضغط على هذا الزر. كنا انشأنا هذا الزر سابقا بداخل ملف في الشات سكرين. هذا هو الزر، ولما المستخدم راح يقوم بالضغط عليه بدها تتفعل onPressed، وبدنا المستخدم يعمل تسجيل خروج. فبداخل onPressed بدنا نستخدم الـ auth instance يلي انشأناها بالفيديو السابق يلي هي هاي. وبعد النقطة بدي استخدم الميثود يلي اسمها sign out، وطبعا بس المستخدم يعمل sign out بدنا نرجع المستخدم للصفحة السابقة باستخدام navigator.pop. وهلأ بإمكان المستخدم الضغط على زر الإغلاق وراح يعمل تسجيل خروج ويرجع للصفحة الرئيسية.
هاد كان درس اليوم، بشوفكم بالفيديو القادم. سلام.